بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. القضية الثانية، احنا خدنا القضية الثانية دي قريبة للأولى، بس بكمل الحوار الدائر عشان برضو تراجعوا فكركم على اللي استلمناه كلنا. القضية الثانية سؤال قريب للي احنا سمعناه المرة اللي فاتت، بس مثلا يقول ايه، هل ربنا أب فقط ولا قاضي؟ دي تقريبا غطناها مش كده، بس هنستفيد فيها بقى لأن أنا ركزت أكتر على حتة العقوبة. هل تصوير الله بالقاضي يشوه المسيحية؟ هل كون إن أقول إن ربنا ديان ده يهز جماله؟ لا، هنشوف. هل المسيح وضع ناموس؟ ده أهم سؤال في الفقرة دي. هل في حاجة اسمها ناموس في العهد الجديد؟ هل في قانون في العهد الجديد ولا إحنا ما عندناش قانون؟ لأن في ناس بتقول ما فيش قانون، هنشوف دلوقتي. طيب هل في عدل إلهي؟ هل كلمة عدل دي موجودة؟ ومش يمكن العدل دي ضد الرحمة؟ يعني يكون ربنا يبقى عادل يعني ما بقاش رحيم؟ في ناس بتدعي كده. هل ربنا له دور حقيقي في الدينونة؟ هيحكم على الأشرار زي ما هيحكم للأبرار، ولا هو متفرج على نتائج حياتهم؟ تلاحظوا أنا مكمل على الموضوع اللي ابتديناه، بس ركزت في المرة اللي فاتت في عقوبة، أيوة، في عقاب، أيوة، في دينونة، أيوة، يبقى لازم نخاف. طيب الأول نشوف كالعادة الدوافع، ليه الناس رفضة فكرة أن ربنا يبقى قاضي أو يعني عادل أو ديان؟ أولا ده مرتبط بفكرة أو بدعة جديدة بتحاول ترفض حاجة اسمها المفهوم القانوني أو القضائي للفداء. يعني إيه؟ إحنا كلنا من صغرنا عارفين إيه؟ إن ربنا مات عشان يدفع ثمن خطايانا. حد فيكم مستغرب الجملة؟ عايشين بيها، مات بدلنا ومات عشاننا ودفع ثمن خطايانا ورفع الحكم عننا. هل الكلام اللي أنا بقوله حد مضايق منه؟ مفروض ده اللي إحنا تربينا عليه. هم كل الكلام ده دلوقتي رافضينه. بيقولوا المسيح لما مات بس عشان يجدد طبيعتنا، مفيش فكرة دفع دين وتكفير وبديل، هم ضد الحاجات دي، عشان كده هنناقشها لسه مش المرة دي. الحقيقة ده اللي خلاهم يقولوا ما هو أساسا مفيش حتة ديان ولا حتة قاضي ولا حتة عدل، وبالتالي الصليب ما كانش غير تجديد للطبيعة البشرية، فضمنيا لغوا فكرة الحكم اللي على الإنسان اللي بيترفع بموت المسيح. ده دافع. دافع تاني، الإغراق في التركيز على أبوة ورحمة ربنا مما يريح النفس البشرية. خلي بالكم ما تزعلوش من الجملة اللي هقولها، في بعض الوعاظ بيميلوا إلى مبدأ ما يطلبه المستمعون اللي هو إيه؟ ريح الزبون، لمؤاخذة في التعبيرات. يعني ايه؟ الناس تحب تسمع ايه؟ الناس تحب تسمع ربنا بيحبكم. طب نقول، طب ما لغاية كده مش غلط. والناس ما تحبش تسمع توبوا، خلي بالكم، تحبش تسمع الكلام اللي بيشك ده. النهاردة لو جبنا يوحنا المعمدان قاعدة هتفضل. ليه؟ لانه لا يا عم، ايه الوعظ الناشف ده؟ دلعنا شوية، كله يا اولاد الافاعي، احنا يعني مش ناقص. ففي ناس ما تحبش غير تسمع الكلام اللي يريح نفسيتها. الحقيقة اللي يقرأ الإنجيل كويس يلاقي إن المسيح قال كلام مريح جدا وكلام يخوف جدا، المسيح نفسه. فاللي يقرأ الإنجيل صح ويحب ربنا صح، المعنيين واضحين والشعورين موجودين، شعور الرجاء والتعلق بالحب الإلهي أبويا طبعا، وشعور الخوف لخسره، لخسر أبديتي، مفيش صراع خالص. فهنا التركيز ده ساعات يريح الناس، بس الحقيقة راحة الناس تمشي مع منهج الباب الواسع. تقال إيه على الباب الواسع؟ ما أوسع الباب وأرحب الطريق الإيه؟ مؤدي للهلاك. يعني لما نريح الناس ونقول لهم مهما عملتوا داخلين السماء، اغلطوا، ربنا ما بيتغيرش، ما بيحبكم، وما فيش قضاء ولا عدل، لا لا لا، خلاص انت ايه، اسمك مكتوب. يا جماعة الكلام كده فيه مبالغة،
فين اصهروا؟ فين احترسوا؟ فين خافوا؟ مش ده كلام في الإنجيل ولا أنا بألف؟ طيب دي دوافع. من الدوافع كمان زي ما قلنا في المقدمة أنه بقينا نمشي شوية مع موجة العصر الحديث في تهميش دور الله وتضخيم دور الإنسان. الحتة دي خطر جدا. إحنا كأرثوذكس بطبيعتنا معتدلين جدا، لما نشرح الخلاص نقول في دور إلهي وفي دور بشر. ربنا هو اللي اشترانا بدمه، هو اللي دفع ثمن خطايانا، هو اللي بيغطينا بنعمته، هو اللي بيحط روحه فينا، هو اللي بيقدم لنا جسده ودمه، واحنا لازم نصلي ولازم نجاهد ولازم نهرب من الشر ولازم نخاف، ما لغيناش الدور البشري، مش كده؟ هنا ربنا بيتزق على جنب كده عشان يبقى الانسان هو ايه؟ كل حاجه. تضخيم دور الانسان وحريته ده كلام الحقيقه، مش مظبوط ومش ماشي مع العقيدة المسيحية. فده بيخلي ما فيش دينونة ولا ديان ولا قضاء ولا عدل ولا إيه الحاجات. من النتائج دي شبه المحاضرة اللي فاتت، بس أنا هركز على حيطة جديدة. تخدير الضمير، الضمير بقى بيرتاح ويتخدر قدام الحاجات دي. مجاراة العلم، بقينا إيه؟ خلاص كده بنتنازل في أموره وبنمشي حالنا مع الناس اللي حوالينا. اتلغى فكرة الخوف اللي قلنا عليها بسبب الحب. تعالوا أقول لكم بقى آيات صريحة. إحنا ابتدينا بفكرة العقوبة، دلوقتي بأكد فكرة القضاء، وضمنيا هأكد فكرة القانون. يعني الجلسة دي مين لي عن في ناموس في المسيحية؟ أيوة، ودي مفاجأة لبعضكم. إحنا ما عندناش فرائض حرفية بالمعنى اليهودي، لكن عندنا ناموس، وهنشوف ناموس يعني لو قانون. عندنا في المسيحية أيوة عندنا، واحنا لسه قارين جزء لما بنقول اللي هيغضب على اخوه باطل يكون مستوجب الحكم. طب ما ده قانون مسيحي، مش كده؟ هو المسيح لما قال سمعتم انه قيل لا تزني، انا اقول لكم من نظر، هو لغى لا تزني؟ لا لا لا، لا تزني انكلودد في القانون المسيحي، يضاف عليها كمان طهارة العين. يبقى اصبح القانون المسيحي اعلى من القانون اليهودي في الأخلاق، في البراكتس، في البيهيفير، في السلوك البشري. هنشوف. أول أرجع لفكرة القضاء والعدل والخوف. أريكم ممن تخافوا، دي قلناها بنقولها تاني، خافوا من اللي بعد ما يقتل له سلطان يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خاف. بصوا بعد ما اتكلم عن الخوف، عشان هو نفس الشخص ربنا يسوع، نقل على طول على الحب. قال مش هم الخمس عصافير بيتبعوا في فلسين واحد منها ما يتنسيش قدام ربنا؟ طب ده شعور رؤوسكم محصاة يا رب. يعني خوفتنا وبتقول لنا شعر رأسكم محصاة. يبقى واضح ان الانجيل بيحط الخوف جنب الرجاء، لازقين في بعض. بنخاف ربنا وبنخاف من الدينونة وبنحبه ومطمنين له لانه ابونا اللي بيخاف علينا، لكن بنخاف نضيع من ايده، نخاف نهلك. فلا تخافوا، هنا يقصد ما تخافوش من ربنا ولا الدينونة، لا لا، لا تخافوا من الأشرار، ما تخافوش من البشر، البشر ما يقدروش عليكم، بس أقول لكم خافوا. بصوا أقول لكم من اعترف بي يعترف بي، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. وفي نص تاني يقول إيه؟ أريكم ممن تخافوا، خافوا من ربنا اللي له حكم الدينونة. نص تاني، النص ده مهم قوي عشان يقرب فكرة أبوة الله ودينونة الله، الاثنين لازقين في بعض. إن كنتم تدعون أبا، you call on the father، مش كلنا بنقول أبانا الذي، بنقول لربنا أنت إيه؟ أبونا. ده نرتاح، دي مريحة قوي دي. طيب ولكنه الذي يحكم بغير محاباة، إيه ده بقى يحكم؟ مش يدلع بابا، ده يدلع ويجيب كل الخير. هنا بيقول without partiality judges، هو جادج ولا فادر؟ هو الاثنين في نفس الآية. مش انتوا بتسموه بابا؟ ايوه بابا. طب بابا يحكم؟ ايوه، لانه ما ينفعش يحابي حقاني عادل، صفات ابوك كده. فلو انت ماشي غلط انت زنقته، يعني ايه؟
هو بيحبك وعاوز خلاصك، بس ما ينفعش يغلط، ما ينفعش يبقى مش صالح. لو فضل يفوت لك على طول يبقى ده غير إله غير صالح، لا تتفق معاه. عشان كده يقول إيه؟ إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محابة حسب عمل كل واحد، النتيجة إيه؟ سيروا زمان غربتكم بخوف. فهمتوا الفكرة؟ طب أنا هخاف من أبويا؟ أيوة طبعا. ليه؟ لأنه بيكره الشر، فلو أنت مشيت في الشر أنت ضيعت نفسك وهيحكم عليك، لأنه يحكم بغير محابة، ده أبويا. طب وماله؟ يبقى هنا محدش يروح في حتة ويسيب حتة. وبعد كده يأكد أبوته، يقول لأنكم قد اشتريتم أو افتديتم، يعني دفع فيك ثمن غالي جدا من حبه. يبقى بيأكد الحب وبيأكد الخوف في نفس الوقت، بيأكد القضاء والعدل وبيأكد الرحمة والأبوة. كلمة تاني في المزمور يقول الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. يبقى في جاستس وفي جادج وفي كوندمنيشن وفي بانشمنت. الله قاضي عادل وإله يسخط في كل يوم. يسخط يعني يغضب على الغلط. يبقى احنا ليه بنتجاهل ان في غضب لله على الشر؟ الرب عادل ويحب العدل. الآية دي سهلة قوي في الحفظ، ربنا عادل ويحب العدل. هتأذي الناس وتقول هتعدي؟ مش هتعدي يا ابني، لازم تتوب، لازم تصلح اللي خربته. الرب عادل ويحب العدل. المستقيم هو اللي بيبصر وجهه، يبقى عاوز توبة، عاوز خوف. الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البتة. يعني إيه لا يبرئ البتة؟ يعني ما يفوتش للخاطي، مش ممكن غلطة بدون توبة تعدي. لا لا لا، ده قاضي ما بيفوتش. عشان كده احنا بنخاف نقول له لو كنت للآثام راصد يا رب من عندك المغفرة، بنطلب الرحمة والمغفرة، لكن عارفين ان هو كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا. حسابا يبقى في حاجة اسمها حساب، يبقى في عقاب وحساب. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدم قدام وجهك. بصوا الآية المشهورة دي، الرحمة والحق التقيا. يعني ايه؟ انت ليه شايف ان في ربنا رحيم وربنا عادل هما ما يتقابلوش؟ لا يتقابلوا طبعا، بسبب رحمته تجسد وفدانا، وبسبب العدل خد الحكم في نفسه لانه اله عادل، وعوقب عنا بدلا عنا عوضا عنا من اجلنا، دفع الثمن لان العدل كده. بصوا كمان الموقف بتاع المثل بتاع العرس، قال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا؟ الراجل ما ردش لانه دخل خلسة، ما دخلش من الباب، لا تاب ولا تعمد ولا مؤمن. فقال له طب ايه؟ اطرحوه، اربطوا رجليه وخدوه اطرحوه في الضلمة. مش ده قانون؟ مش ده عقاب؟ مش ده قاضي؟ يبقى صاحب البيت على فكرة قبلها على طول دعا كل الغلابة اللي بلاش، دخلهم كلهم ببلاش، بس دخلهم الباب. واحنا ندخل السماء بعضلاتنا؟ احنا داخلين برحمته بنعمته، بنتعمد عشان نبقى أولاده، ناخد الميرون عشان الروح القدس ياخدنا السماء، بنتناول عشان نثبت فيه ويثبت فينا، هو اللي بيسوقنا. لكن واحد يدخل من الشباك إيمانه مش مستقيم ولا عاوز يتوب وبعدين يقول هدخل، هيطلع بر، لأنه في نظام. كلمة اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية، يبقى في حاجة اسمها نار أبدية واللي بيحكم المسيح، لكنها هي ما كانتش معدة ليهم. ليه؟ إرادة الله خلاص الكل هي معدة لمين أساسا؟ لإبليس وملائكته. طب اللي أصر على عنده حط نفسه مع إبليس، فيصدر عليه القانون والحكم الصادر على إبليس، لأنه راح ناحيته، اختار يبقى تبع الشر، تبع الشرير. عشان كده نت كل يوم نقول نجينا من الشرير، مش عاوزين نبقى في صفه أبدا. مرة تانية المسيح يحذرنا يقول لو كانت إيدك اليمين بتعسرك اقطعها القيها عنك، خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. يلقى دي معناها إيه؟ ده عقاب، ده حكم، وحاجة تخوف لازم نخاف منها. في السماء بيقولوا إيه المسيح له المجد؟ ضمن تسابيح الرؤية السماوية بيقول
عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون لأنك حكمت. يبقى الله حاكم عادل مش كده؟ سفكوا دم قديسيك فأعطيتهم دما ليشربوا لأنهم مستحقون. يبقى بيتكلم عن اللي عذبوا المسيحيين عذابهم شديد في السماء مش كده؟ وبعد كده سمعت تاني الملاك بيرد عليه: نعم أيها الرب الإله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك. يبقى اللي عمال يتجاهل في الحق والعدل والقضاء والدينونة والعقوبة، إيه ده كله ده؟ احنا طلعنا مسيحية مختلفة خالص عن اللي احنا نعرف. اللي بيتجاهل ده كله ده بيلخبط الدنيا. هنوصل طبعا في مرة تاني لفكرة الفداء ومعناه، لكن حتى الفداء يقول: محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا. يبقى احنا علينا لست التهم تودينا جهنم. عمل المسيح لما اتصلب مسك الصك ده مسحه قطعه، عشان كده نقول له في الجمعة الكبيرة: مزق صك خطايانا، أو كتاب يد خطايانا، يعني قطع كل الكمبيالات اللي علينا والمديونية اللي علينا، لأن انت الوحيد اللي تقدر تدفع الثمن. المرجعية الليتورجية هنا ايه؟ مثلا عشان تبان ان احنا في صلواتنا الطبيعية بنخاف، نقول مثلا: لكل عذاب وحكم استوجبت. مش انتوا بتصلوا الغروب غالبا؟ لكل اسم وحرص ونشاط فعلت، لكل خطية ارتكب، لكل عذاب وحكم انا استاهل. يبقى احنا موافقين ان انا استاهل الحكم، لكن ارجع اقول له: حسبني يا رب مع اصحاب الحادي عشر، سامحني. أول ما تقول له سامحني واغفر لي، أنت عارف رحمته، هو مستني دي. عندك ثقة أنه أبوك اللي دفع الثمن وبيحبك، خلاص هيشيل. فأنت عندك طريق غفران سهل جدا. يبقى ما تقعدش تقول ده وحش بقى، ده قاسي. قاسي إزاي بعد كل اللي عمله يطلع قاسي؟ ولكنه ديان وعادل وبيكره الشر. نقول في حتة تاني: بما أن الديان عادل بحاضر، اهتم يا نفسي واصحي، لانه ما فيش رحمه في الدينونه للي ما عملش رحمه. يبقى احنا في نص الليل بنقول ايه؟ مش الديان حاضر، لازم يا نفسي تفوقي، اتعد لي، خليكي رحيمه بالناس. يبقى دي صلواتنا اللي بنصليها، اللي عمرنا ما تجاهلنا فكره الدينونه ولا العقاب. كلنا في النوم نقول: انا عتيد اقف امام الديان العادل مرعوب ومرتعب. طيب يجي السؤال بقى اللي أنا أقصد أوصله: هل في ناموس أو قانون مسيحي للأخلاق وللحساب؟ نعم، لأن بعض المسيحيين بياخدوها كده بفكرة لأننا تحررنا من حرفية الناموس أو الفرائض فما بقاش في ناموس خالص. لا لا لا، الكلام ده مش دقيق، لأنه ربنا يسوع قال قاعدة هامة جدا: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس. يبقى الناموس مكمل ولا لا؟ النص بيقول كده: I came to destroy the law. No. يبقى the law مكمل، هنفهمها دلوقتي. ما جئت لأنقض بل لأكمل. حتى في القوانين الوضعية ساعات يعملوا ايه؟ يمسكوا القوانين يزودوا عليها حتة. نتيجة ممارسة القانون وتطبيقه اكتشفوا ان في حتة ناقصة، فيقوموا يقعدوا المستشارين يتفقوا على صيغة تكميلية للقانون. المسيح له كل المجد عشان يطلع بينا درجة في الأخلاق، على المستوى لا تقتل بقت مش لا تقتل، انضاف عليها بلس لا تغضب، لا تزني بقت لا تزني بلس لا تنظر. واضحة؟ يبقى هنا هو ما لغاش ان في قانون، ده في قانون طبعا، وهو ده اللي على أساسه هنتسأل قدام المسيح. يبقى احنا عندنا حاجة اسمها قانون، وبالتالي وجد القانون، وجد الحساب، وجد العقاب، وجدت المساءلة. والكلام ده ما يضايقش حد، احنا مش معنى كده ان احنا رجعنا يهود، لا خالص، لان المسيح بيحبنا ومات عشاننا وبيدينا جسده ودمه وبيدينا قوة نعمل اللي هو طلبه، ولو ما عملناهوش بنرجع نقول سوري بيقبلنا. فالمسيحية بكل جمالها ما تلغتش، لكن فيها قانون وفيها حساب. بصوا القديس يعقوب قال: من اطلع على الناموس الكامل. ايه الناموس الكامل؟ في حاجة اسمها ناموس كامل؟ ما هو قال ما جئت لأنقض بل لإيه؟ لأكمل. يبقى اللي قاله المسيح اسمه الإيه؟ ده الناموس، ذا بيرفكت لو. يبقى في المسيحية في حاجة اسمها ذا بيرفكت لو،
يبقى فيه لوم، بس ده ناموس كامل مفيش بعد كده. وفي بعد أحبوا أعدائكم؟ لا مفيش، خلاص. This is the perfect law. So we have a law. We follow a law. محدش يتصور المسيحية كده هوى. لا لا طبعا. لكن في فرق بين الفريضة الحرفية دي اللي مش عندنا. يعني الاغتسالات بطلت ليه؟ لأنها كانت رمز للطهارة بتاعت القلب. الذبائح الحيوانية بطلت ليه؟ لأنها كانت بتشاور على ذبيحة المسيح. السبت اتنقل للحد ليه؟ ومش بحرفية السبت خلاص بننزل شغل حتى، لكن الحد هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. إذن في حاجات كملت، الحرف وقع، الفرائض الحرفية الجسدية وقعت، لكن القانون مكمل كوصايا إلهية ما اتغيرتش، لأن ربنا بيحب الصح ويكره الغلط. بولس احنا شفنا يعقوب قال في ناموس، طبعا المسيح له المجد كمل الناموس ما لغاهوش. جي بولس يقول ايه؟ الذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع بصوا الآية، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح. كلنا ينطبق علينا الجملة دي، under law toward Christ، احنا تحت قانون خاص بالمسيح، قانون الحب، قانون الاحتمال، قانون حب الأعداء، قانون لا تدينه، قانون لا تنظر، قانون لا تغضب. احنا تحت هذا القانون، عشان كده ايه؟ كل كلمة بطالة تعطونا عنها حسابا. دي مش في العهد القديم، ده القانون الأخلاقي اللي احنا مطالبين به في العهد الجديد. يبقى ساعات اللي بيقولوا ما فيش أي قانون في المسيحية، لا ده كلام الحقيقة مش دقيق. احنا فاهمين يقصده ربنا بيحبنا قوي، فبين الأب وولاده ما فيش قوانين. Wait a minute، مش في حاجة اسمها discipline بين الأب وولاده؟ مين قال إن ما فيش قوانين؟ هي مش قوانين مؤذية أو قوانين سياسية، لكن في قوانين في العلاقات. احنا في صلاة الخطوبات عقبال ولادك يقول دايما نبتديها بكلمة مهمة، باسم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. بصوا كلمة، مشرع شريعة الكمال، founder of the laws of perfection، مشرع شريعة الكمال وواضع ناموس الأفضال. نقولها بثلاث مرات عشان باسم الأب والابن والروح القدس. إذن دي وإحنا بنقدم الخطيبين في بداية رحلة جوازهم بنستخدم الجملة دي، كل الكهنة عارفين. يبقى عندنا حاجة اسمها ناموس الكمال اللي اتكلم عنه بولس واللي اتكلم عنه يعقوب واللي المسيح أكده لما قال إيه؟ ما جئت لأنقض بل لأكمل. إذن آخر جملة، العدل وصلاح الله اللي هي محبته للبشر متفقين مع بعض، مفيش صراع. بلاش حد يقنعكم ان كون ربنا رحيم وحب محب للبشر ما ينفعش يبقى عادل، بالعكس هو ما ينفعش غير يبقى عادل. لو بيحبنا بجد لازم يكون عادل، لان الشر ده لازم حد يوقفه، لازم له نهاية. فاذا كنت قاعد تتكلم عن حب فقط بدون انت، لو ابوك طيب بزيادة لدرجة سايب الأذى يوصل لك، انت مش هتعرف تحبه. فحاسب لا تكون بتتكلم عن معاني فلسفية، لكن صفات الله كلها متكاملة غير متعارضة. الله كله حب، كله رحمة، وكله عدل وصلاح. لكن التعارض ده تعارض فلسفي في ذهن الحكماء والفهماء اللي للأسف معطلين الكنيسة ومعطلين شعبنا الطيب انه يحب ربنا كما هو. أتمنى تكونوا فهمتوا فكرة، أيوة في ناموس في قانون، لكن القانون ده ما بوظش علاقتي بربنا، لسه بحبه وبيحبني، لسه بقول أبانا الذي. لكن كمان إن كنتم تدعونه أبا وهو يحكم بغير محاباة، سيروا زمان وربتكم بخوف.